io rimango estasiato, si dice in Italia, no? È proprio senza parole, effetto wow, meravigliato, e devo dire che potessi, il prossimo viaggio che vorrei fare sarà a Riyadh, così come in altri paesi dell'Arabia Saudita. شيء خرافي استضافة السوبر الإيطالي. أنا حضرت منهم ثلاثة من أصل أربعة. يعني الرياضة بالسعودية قاعدة تصير شيء خيال الصراحة. الحمد لله أن جاء يوم أعلق برشلونة وساسونا في كأس السوبر الإسباني. بعد بأسبوع أعلق إنتر ولاتسيو في كأس السوبر الإيطالي. تخيل أن حجم هذه الأحداث لولا توفيق الله أولاً ثم وجود طبعا هذا الدعم الكبير اللي نحظاه في هالمملكة واستضافة هالأحداث الكبرى. شيء جميل انك تشوف أندية كبيرة كانت حلم لك قاعد تشوفها هنا على أرض الواقع. شيء جميل، يعني أندية من أكبر الأندية بالعالم تجي عندك في السعودية تقدم لك مباريات بتنظيم راقي ورائع. شكرا على الجهود اللي تقدمونه، والله يعطيكم الف عافيه. صراحه الله يقويهم، وشيء يذكر لهم، شيء رائع جدا والله. والله الحمد لله اننا جينا، الطريق يسوى 600 كيلو تسوى. اي والله الله، نشكر وزاره الرياضه. تنظيم ممتاز، من حجز التذاكر الى وصول الملعب والخدمات الموصله بالملعب. حضرنا الماتش ريال مدريد الاسبوع اللي فات، كمان التنظيم رائع، الاكسبيرينس جدا حلوه. penso che sia una buonissima cosa portare lo sport italiano in Arabia Saudita e far conoscere l'Arabia Saudita agli italiani. Io lavoro qui da quasi 5 anni e si vive molto bene qua. والله ما شاء الله عليكم وبالخير عليكم على هاي النعمه اللي انتم بيها. والله ما شاء الله من كل النواحي، من التنظيم، من المدينه، من الاعمار، من النظام، ما شاء الله عليكم، بالخير عليكم. سوبر الايطالي انا حلم لي اني اجي احضر للانتر واشوف الانتر. الانتر صار له سنتين يجي عندي بالرياض، ما يحتاج اضرب له ولا مشوار. الصراحه نشكر وزاره الرياضه على الشغل اللي قاعدين يقدمونه لنا كمشجعين. الصراحه اللي قاعد نشوفه الحين يعني فخر، فخر. احنا حاليا الجيل هذا فخور بشكل كبير، بشكل استثنائي. اللي قاعدين نشوفه الحين كان حلم سابق، شيء يا ليته كان موجود من زمان. بس بيلو ci è piaciuto, siamo stati a poco tempo però abbiamo visto poco ma ci è piaciuto vedere i palazzi, i grattacieli e comunque è una bella realtà, una nuova bella realtà. اليوم تتحدث على ان الجمهور العربي بات قريبا جدا من الأندية العالمية، يحضر في الملعب يشاهد اللاعبين الذي يريد ان يراهم عن قرب. شكرا لكم على هاي الضيافة الحلوة، على هذا الاستقبال الحلو، وتحية خاصة من الشعب العراقي للشعب السعودي. والله يعني احنا اليوم نحس انه عايشين، يعني احنا هنا جاي نحس روحنا سعوديين مو عراقيين. بوجودكم ويانا وتعاملكم الطيب ويانا